حياكم الله مشاهدينا. مشاهدينا يوم 27 مارس فيه العديد من الفعاليات العالمية، منها احتفال الفنانين في كل مكان باليوم العالمي للمسرح. هذا الاحتفال مستمر مشاهدينا من عام 1961 عندما أعلن الاحتفال أو أعلن الاحتفال بأبو الفنون بصورة سنوية خلال المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للمسرح في فيينا، وفيينا عاصمة أيضا للمسرح في العالم. أكيد مشاهدينا الكرام، هذا التاريخ له أهمية خاصة عند المهتمين بهذا الفن الخالد، واللي يعتبر من أقدم الأشكال الإبداعية اللي عرفتها البشرية. نتكلم عن هذا اليوم بالتفصيل عبر الفيديو مع الأستاذ ياسر القرقاوي رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني. يا مرحبا بك. حياك الله أستاذ ياسر، مرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم. حياكم الله. جداً. نعم سعيدين. أنا الأسعد حقيقة في مريم. حياك الله. نعم. أنا بدخل على السؤال مباشرة أخوي أستاذ ياسر، وقتنا شوي ضيق وأنت مثل الشخصيات اللي نحب نقابلها شخصيا. نعم. كيف اليوم احتفيت؟ نعم. في البداية خلينا نتكلم عن احتفائكم أو كيف تحتفي الإمارات العربية المتحدة اليوم باليوم العالمي للمسرح في هذا العام، كيف كان؟ أول شغلة، في دولة الإمارات نحن محظوظين حقيقة بوجود قيادة رشيدة على رأسها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. إذا طبعا نحن نعيش في أجواء من الأمن والأمان والراحة النفسية والصحية في ظل هذه الأجواء، أجواء جائحة كورونا. يعني الله يجيرنا وياكم وكل المستمعين وكل العالم من يعني من هذا الوباء الحقيقة اللي هو كأنه شر انتشر في هذه الأرض. إن شاء الله نحن يعني في هذه السنة احتفلنا عن طريق المنصات، يعني اللي هي ما يعرف بمنصات التواصل الاجتماعي. هذه المنصات بأشكالها المختلفة سواء كانت تويتر، فيسبوك، إنستغرام، سناب شات وغيرها. فكان الاحتفال عن طريق طبعا فيرتشوال أو ما يعرف بالتواصل الافتراضي، بحيث أن يعني تقدم هذه الكلمات المهمة اللي طبعا دائما تركز في أهمية دور المسرح في تنمية المجتمع. بهذه الطريقة احتفلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تبني المواهب الجديدة والوجوه الجديدة من الشباب والشابات. نعم. من كل الوطن العربي اللي هم طبعا مقيمين عندنا نحن في دولة الإمارات في مختلف المجالات، سواء تمثيل، إخراج، إضاءة، صوت، مكياج، أزياء، يعني والديكورات. نعم. وغيرها. الإمارات دائما داعمة لكل المبدعين في جميع المجالات. اليوم أستاذ ياسر تكلمنا عن الإجراءات الاحترازية، كيف كان احتفال السابق قبل كورونا وكيف الاحتفال اليوم الاحتفال الافتراضي؟ احنا نبغي نرجع شوي معك مع آلة الزمن لما كان الاحتفال على أرض الواقع. في التقرير عندكم قبل شوي ذكرتوا عن الهيئة الدولية للمسرح. بالمناسبة نضيف عليها أن رئيس الهيئة الدولية للمسرح هو ابن الإمارات سعادة محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة. يعني وهذا شرف لنا نحن حقيقة، ونتشرف بهذه الشخصية الرائعة المسرحية المهمة. فمحمد سعادة محمد الأفخم زهل ألف خير كان يجمعنا نحن كلنا في إمارة الفجيرة طبعا برعاية سيدي صاحب سمو حاكم الفجيرة. ومش فقط نحن فنانين الإمارات بل فنانين من كل العالم، وكانت تقرأ الكلمة الدولية للمسرح من إمارة الفجيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا تسمح لي أستاذ ياسر على الهواء مباشرة أستاذ من الزميل المبدع مريم، أني أوجه كلمة شكر لحقت لنا هذه الشخصية، لأن بكل أمانة يعني قضى الكثير من حياته ومن عمره وأعطى الكثير من جهده ومن وقته ومن ماله خدمة للفن وللمسرح، فيستحق من المسيان اليوم هذه الكلمة على الهواء مباشرة. صحيح حقيقة. الآن هذه الفترة ما قبل كورونا مثل ما خبرتكم، احنا كفنانين دولة الإمارات سواء من جمعية المسرحيين أو المسارح أو المسرحيين والمسارح يعني المختلفة الموجودة في رقعة الجميلة هاي من 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 العالم دولة الإمارات، كنا نجتمع في إمارة الفجيرة ونسمع الكلمة الدولية من أحد المسرحيين المهمين على مستوى العالم، مش فقط على مستوى يعني الوطن العربي. هذا طبعا مثل ما أنتم تفضلتوا في التقرير الجميل اللي شفناه قبل شوي من الهيئة الدولية في المسرح. الآن خلال فترة يعني الجائحة، جائحة كورونا، انتقلت ندواتنا ومحاضراتنا ودوراتنا وغيرها إلى طبعا العالم الافتراضي أو ما يعرف به يعني وسائل التواصل الاجتماعي مثل مايكروسوفت تيمز، مثل برنامج زوم وغيرها من المنصات المختلفة، بحيث أن نحن نحافظ ونستمر. ومثل ما قال سيدي صاحب السمو، لا تشيلون هم، نقول حق عيالنا لا تشيلون هم بالرغم من كل الظروف اللي نحن نواجهها، إلا نحن أقوياء وسنستمر إن شاء الله في العطاء. هذا الاستمرارية هذا أهم شيء فعلا. مستمرين. نتكلم معك أستاذنا أكثر شمولية اليوم على المسرح في دولة الإمارات، إلى أين؟
نحن الحمد لله أولا محظوظين في دولة الإمارات بأن لدينا 16 فرقة مسرحية، 16 فرقة مسرحية موجودة في دولة الإمارات، طبعا من سواء من الوجوه الوطنية من دولة الإمارات أو من الوطن العربي، وحتى طبعا من الآخرين المقيمين، والكل يعني يشارك في نسميها نحن المنظومة الثقافية الفنية، من ابتداء من العاصمة أبوظبي، هذه العاصمة الجميلة، عاصمة الثقافة، عاصمة الإبداع، إلى الفجيرة. يعني في كل إمارة لها خاصية مهمة خاصة فيها، واسمحوا لي أتوقف شوي عند إمارة الشارقة اللي ترأسها سيدي صاحب بالتأكيد السمو الشيخ أستاذ سلطان ياسر. القاسمي بالتأكيد ما تطلب مكاني. نعم الله يحفظك. الشيخ سلطان القاسمي هو مؤلف يعني مسرحي من الدرجة الأولى، وهو داعم للمسرح، وهو الذي طبعا أسس الهيئة العربية للمسرح، وأعطى أوامر بأن يكون هنالك في كل وطن عربي مهرجان عربي يجمع كل المسرحيين العرب لنحتفل فيه. فتخيلوا كم دولة الإمارات خيرها الحمد لله، مش فقط على أولادها بل أيضا على الوطن العربي وعلى العالم بشكل عام. المسرح والفن رسالة عظيمة وجميلة. نعم. نعم أستاذ ياسر، نتكلم أو نتخصص عن دور مسرح دبي الوطني في إعادة إحياء أبو الفنون. قمنا نحن في مجلس إدارة مسرح دبي الوطني بعاملين مهمين، وهذيل يعني كل عامل يدعم الآخر. أول الإنتاج المسرحي السنوي، بحيث أن نحن ننتج 3 أعمال مسرحية، فالعمل الأول لأولادنا للأطفال، العمل الثاني للشباب، نخلي الشباب هم اللي يمثلون وجمهورهم أيضا يكون من الشباب بالإضافة للفنانين المتخصصين. النقطة الثالثة هي طبعا تقديم مجموعة كبيرة من الدورات والورش، ونسيت أقول لكم أن في طبعا العروض المسرحية اللي هي سواء كانت يعني تتناسب مع فترة العيد، مثل مسرحيات يسمونها اللايت كوميدي أو الكوميديا الحلوة الخفيفة الشعبية القريبة من الناس. نعم أستاذ ياسر القرقاوي، أنا قبل لا تروح مريم للختام أريد تحصر الخبرة هذه أستاذ ياسر القرقاوي الفنان المبدع، وكلمة أخيرة تقدمها لكل الفنانين وأيضا اللي يتابعونا وعندهم هواية التمثيل، شو تقولهم بنختم بهاللقاء؟ نعم، أقول لشبابنا دائما طريق النجاح في أي مجال وتحديدا في المجال الثقافي الفني أنه هو مش محفوف بالورود والأزهار والطريق معبد مهما كان، يعني هي حقيقة صعبة طريق الثقافة والفن وحتى الإعلام. يعني أنتوا وصولكم أنتوا أخوي حسين العامري والأخت مريم المبارك لهذا البرنامج المسيان، ما كان يعني ما كنتوا بتوصلون إلا لكفاءة، إلا لأنكم تشتغلتوا على عمار، والحي فريق العمل أستاذ فاضل، حي معدينا فريق جبار ترى وراء المنظومة هذه، أنا ومريم على الشاشة، ولكن حي المشجورين المعروفين جنود المعروفين خلف الكواليس. نعم يعطيكم العافية. يعني الله يعافيكم، ولذلك أرجع أؤكد على شبابنا أن الطريق هذا مش سهل تماما، مثل ما وصلوا مريم وحسين إلى هذه المرتبة الجميلة والدخول للقلب والمحبة وهذا التواصل. تسلم ما يا أستاذ ياسر، هو الدعم والتسهيلات دائما موجودة، ولكن مطلوب الجهد والمثابرة. أستاذ ياسر دائما الفنان المسرحي يعطي طاقة إيجابية، يعطيك شكرا أستاذ ياسر على هذا العطاء للفن ولكل فنانين المسرح وأبو الفنون، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ولكل القائمين على هذا البرنامج الرائع المسيان، والله يمسيكم بالخير دائما ويمسي إماراتنا هاي بالسلام والمحبة والتسامح دائما. يا هلا، شكرا يا شكرا. أكيد شو عندنا مريم؟ عندنا فاصل بس تروحون بعيد، خلكم معنا تريونا.